هالحجر الصغير هو الذكرى الوحيدة من مدينتي، ورافقتني بكل هاي المسيرة. أتمنى يبقى يعني يكون في عندي ذكرى تانية، أو يبقى لي من المدينة اللي عشت فيها عمري أكتر من الحجر. بس أتمنى يكون المدينة كلياتها ترجع لي. 2011 بلشت الحرب بسوريا، وكان في انتفاضة شعبية كبيرة. أنا كنت واحد من المشاركين فيها. جيت في مدينة صغيرة اسمها الرقة. فكان أول خطف قبل 2011 بداية الثورة. يسمون نحن جماعة التنسيقيات، فهذا واضح من جماعة التنسيقيات اللي هن ماسكين الحراك المدني أو الحراك السلمي اللي هو كان ماشي ببداية الثورة. تعرضت للضرب. عم نحكي هون عن عذاب بشكل يومي ونوم بشكل يومي مع جسد شخص متلاصق بجسد شخص تاني جنبي. فالاختطاف أو الاعتقال الأخير كان هو الأصعب. سيوان انشق وفي عندي الضرب بكتفي اللي هو مكسور. طلعت لحوالي شهرين بقيت هذا المفصل ما كان فيني حركه، لأنه في شغلة اسمها الشبح، هي يكون في كلبشة هون وكلبشة هون يربطوا هيك من الوراء، ويكون في حبل يرفعوا اثنيناتهم فينتعلق بالسقف. طلعت بعد بسوريا النظام اسمه الواسطة والمصاري. ماني مصدق انه رجعت. فبالنسبة لي انا هو بداية الحلم. بداية 2013 أو بعد حوالي 4 شهور من طلعتي كانت نظام فقد السيطرة عن كانت محرم. بعدها بالتدرج كان سيطرة اليوم القوى اللي عم يحاربها كل الدنيا هي داعش. فللأسف كانوا هن أكثر من نظام، نحن بالنسبة لهم الأشخاص المعروفين بالمدينة سميهم الأشخاص المفتاحيين، هنيك كانوا أشد المطلوبين بالنسبة لداعش. فأنا كنت أحدهم. ما بقي حدا من اللي اشتغلوا معنا من بداية الثورة، يا أما قتل يا أما اختفى يا أما هرب. وطلعت ب 4/1/2014. ألمانيا كانت تحدي جديد، إنه أنا ما طلعت من سوريا بسبب الفقر. بالعكس أنا كنت مهندس وأنا شغال كتير منيح وأموري كتير منيحة، وضعي العائلي كتير مرتاح، ولكن طلعت لظروف كتير قاهرة. أحيانا أكتفي بس بالشرح للأشخاص اللي ممكن يشوفون، إنه أنا يا أخي ماني شخص جاي لا بسبب مادي مثلا، لكن استمرار هذا الشعور انك الشخص الغريب. احيانا الناس يشعروك انك الشخص المتطفل على حياتك. انا اول ما وصلت وقعت عقد عمل تقريبا بعد اسبوع من وصولي. بدأت بشغل مع منظمة اسمها مواطنون لأجل سوريا. التحدي وانك تكفي بحياتك وما تكون هي حياة اعتيادية كلاجئ وممكن اتكل على حدا والى اخره. لما يكون في صراع بشكل يومي من الاحداث، يكفي ساعة واحدة على الفيسبوك لتابع اخبار بسوريا تكون كافية انه تعمل اليوم كلياته عبارة عن يوم مرهق. عدا عن الذكريات وصراع الذاكرة اللي داخل كل واحد منا.
دائما فسحت الفرصه لنفسنا لانه شوي نخفف ضغط كنلعب فوتبول او نمارس اي شيء او حتى الضحكه او الغنيه مع الاصدقاء كثير بتساعد. تحتاج احيانا لمساحه من الهدوء، مكان خالي من الناس، بعيد شوي، بعيد حتى عن الذكريات وبعيد عن الجو الحالي وبعيد عن المشاكل. لازم برأيي نكون على ثقة انه فينا نستمر دائما. شو ما كانت الظروف تبعنا، ممكن نكون حزينين وممكن بنفس الوقت نجعلها ظروف تقوينا اكثر، ممكن باقصى الظروف نكون نحن عم نضحك رغم الكل ممكن حزن واي شيء يصير معنا بالحياة. ما نفقد الثقة بالحياة بحد ذاتها. صراحة حياة السوري ما تقتصر على اخر 5 سنين من الحرب، كل واحد منا في عنده قصة حياة عاشها قبل اللي ممكن يعيشها بعد اكيد. وبأي أرض خيموا وأقاموا.